اخباركم مرق وحواكم ان شاء الله كلكم طيبين. معاكم احمد حنتوش قناه انفيتد كومز، والليله نحن معاكم في فلوج العيد. ليا سنتين ثلاثه كده ما عملت فلوج في العيد، فيلا ربنا يستر واهلا بكم. يا جود ستاف، معانا المايك الجديد. لو ما شفت الريفيو اضغطوا هنا او هنا او هنا، المهم حيكون في حته ما المفروض تضغط. وايوه هيا بكم، اهلا بكم تاني. وليله معانا سبيشال جيست. السلام عليكم. ويلكم ويلكم ويلكم. السلام عليكم. كله معادي عادي. كيف الحال؟ ايه الحي العجيبه دي؟ السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، وقبل كده على امانيكم، وان شاء الله ربنا يعني يحفظكم ويغطي عليكم ويستركم ويديكم الصحه والعافيه، وان شاء الله يعني يعم الامن والسلام على بلادنا الحبيبه على السودان، ويعني تصبح الناس كلها ترجع ديارهم، ويكون عندنا بهجه ومسره. هبي هبي عيد يا اخوان، عيد مبارك. احنا هنا أيوة. في ليله كم؟ 2024 لليوم 10. لليوم 10 اوكي، وان شاء الله العيد عندنا في ميدتون هنا في حته اسمها ليون بارك، عاملين لمه كبيره، وجايبين عندنا الشيخ بتاعنا الشيخ صديق الشيخ السوداني، ويعني كلنا حماس اللي حيحصل. احمد حواليكم الاخبار صح؟ ايوه اكيد يا كيف يا. مرحبا بكم تاني، والليله معانا ماما نوسة. يا سلام، كل سنه والجميع بخير، وكل سنه ونحن طيبين، وكل الامه الاسلاميه طيبه وبخير وصحه وسلامه وسلام، وعيد سعيد من ميلتون الجميله. أيوة. يلا سنستهلكم معانا في الرحلة ونشوف العيد في كندا شكله عامل كيف. صلاة العيد. هيا بكم. طبعا يا جماعة نحن وصلنا القاعة هندي، دي محل العيد بيجاي، ودي هنا الناس كلهم مؤجرين قاعة كاملة، جميع السودانيين في ميلتون. لحد واحدة وده ابو بكر. ايوه يا ايوه. كيف يا ابو بكر؟ كل عام وانتم بخير يا اخي. ده تصوير ولا معنى فيديو؟ ولا فيديو؟ فيديو. كل سنه وانتم طيبين يا اخي، محقق لنا ان شاء الله. سيد هاني. سيد هاني. سيد انا. ايوه على التعريف. ايوه. كابتن امين. يا هلا احمد، كيف الاخبار؟ السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. الله يخليك. ايام يا رب. كيف الاخبار؟ الله يخليك. تمام احمد. الله يخليك. حالك؟ الله يخليك. تمام الحمد لله. كلمه يا جماعه، كلمه من كل زول. سيد احمد الله. لانكم كلكم زول فريم. يلا رايح جهتك. طبعا هسه احنا داخلين على القاعه، كل الشباب كل السودانيين قاعدين بيجاي، فيلا هيا بكم. كلمة للجمهور، ده فلوج. زي الحال يا، ان شاء الله ان شاء الله طيبين يا جماعه. معكم مامون اللمين محمد علي. ايوه يا. From Milton. Yes. كيف يا؟ ده الناس وينسر. Yes yes yes. From University of Windsor too. ايوه. ماجي والله نايس. والله نايس يا مان. انتوا طيبين يا جماعه ان شاء الله. دام كده على امانيكم يا رب. امين امين ان شاء الله والله. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد.
كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. إحنا هسه حاليا الساعة 4 وفي بيت مصعب الماحي مع عزيمنا غدوة حقت سمك. فأيوة هيا بكم نقابل الناس ونشوف العزومة وكده. دائما بعد صلاة العيد هنا بكون في واحد بيعمل عزومة، بنلعب كوشتينة، بنلعب دومنا 14 حريق، بنلعب مرات ويست، ويلا تجيب الظروفة كده. فها نشوفها من الذي سوف يجرى 50 الليلة، وهيا بكم. معانا سيد مهلب ضبط السلطة. اوه حنتشة. ايوة السلطة دي صغار صغار. كده احنا هنكون نخلص معاكم اليوم الجميل ليا. مستحبناكم في رحلة مليئة زي ما بقول بالمفاجآت ومليئة بالمتعة، بدينا بيها بصلاة العيد والاحتفالية حقت ناس بيلتون، وهسه ختمناها بالعزومة حقت مصعب. ايوة ضربنا السمك وزبطنا الكشاتين وضربنا الخمسين وزبطنا أمورنا كلها. فبعد النوم فتصبحون على خير، ونشوفكم ان شاء الله في فلوقات قادمة. يلا سلام عليكم.